أوروسكوب مع داليا. بونجور وأحلى صباح لكم مستمعينا، إذا كنتوا عم تتابعونا من منازلكم، مكان عملكم أو حتى داخل سياراتكم، بونجور. بيقول جبران خليل جبران إن الحياة دون الحب هي شبيهة بشجرة دون أزهار أو فاكهة. يعني ببساطة الحياة اللي بيسود الحب بتحافظ على ربيعة، أما تلك اللي بتتخلى عنه بتحافظ على فصل الخريف، وبيبقى الخيار إلكم دايما. أما هلأ فمننتقل للأبراج والبداية مع برج الحمل. بتكون قادر على الانطلاق والتحليق بنجاح على الصعيد المهني، وبتتخطى جميع العراقيل اللي بتعترض طريقك. بيقوم الشريك ببعض الحركات العشوائية وبتحاول تدارك الموضوع بسرعة والتعبير عن مشاعرك. برج الثور. بتتلقى أخبار جديدة وبرفقك الحظ بكافة المبادرات والمفاوضات اللي بتوصل لنتيجة مرضية تماما. تسعد برفقة الشريك وبتعيش أجواء رومانسية حالمة. انتبه من الحسد والحصاد. برج الجوزاء. تنتصر على منافس أو بتتحدي وبتعيش يوم مشوق جدا ومليء بالمفاجآت. عاطفيا الأجواء جميلة وحركة، بتضيف الفرح والشوق على قلبك وحياتك. برج السرطان. تتكلف بمهمة محددة بيكون عليك تنفيذها بصدق وأماني، وهالأمر بيكون لمصلحتك. تتعامل مع شريك بطريقة جميلة بيكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقة، وبالنهاية مثل ما بتحصد بتزرع. برج الأسد. ما تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة لأن ما بتدوم كتير، بل اسعى لتطوير نفسك وخبراتك إلا تكبر مهنيا. بتعزز علاقتك بالشريك وبتحاول التقرب منه أكتر من السابق، الأمر اللي بيرفع منسوب الثقة بيناتكم. برج العذراء. تتوصل لعملية تقارب بشأن المشروع أو الخيارات اللي طرحتها، وبتلاقي أنه أمورك عم تنحل تباعا. بيتميز يومك بكونه هادي وملائم للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة والضجيج المستمر. برج الميزان. تنوجد أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أنك تستفيد قدر المستطاع وما تترك الفرصة تضيع من إيدك. إذا قررت السير بمخطط ترفيهي بيخلي الأجواء الجميلة والرومانسية مسيطرة وبيخفف من ضغوط العمل، بتكون فكرة ولا أحلى. برج العقرب. تشعر ببعض الضغوط المهنية ولكنك بتترجمها بالتوتر داخل منزلك ومع أسرتك. انتبه يا عزيزي، فهني ما إلن أي ذنب. تشعر بأنه عائلتك بحاجة لوجودك بجانبهم وقضاء بعض الوقت النوعي معهم، يعني بمعنى آخر خالي من أي توتر أو تعصيب. برج القوس. ما تحمل نفسك أكتر من طاقتك وفكر بموضوعية، فالشغل مش هربان يا عزيزي بل بانتظارك وما بيخلص. بتلاقي نفسك أمام خيار صعب تجاه الشريك، والحسم مطلوب سريعا لتجنب المغامرات الخطرة. برج الجدي. تحصل على وعود كتير وثمينة لتطوير وضعك المهني، الأمر اللي بيخلق المزيد من الديناميكية وبتشعر بالثقة بالنفس. بيلتف حولك الأصدقاء لإعانتك على تخطي خلافاتك مع الشريك، ولكنك بترفض التدخلات بسبيل المحافظة على خصوصية العلاقة. برافو وخيرا تفعل. برج الدلو. بتساند زملائك بكل الأمور اللي من شأنها تطوير المصلحة العامة وتسهيل الأعمال. بتعيش فترة متشنجة عاطفيا، حاول تلطيف الأجواء بعض الشيء، يعني فنجان قهوة وأرجيلة بيوفوا بالغرض. برج الحوت. دقق بالمعاملات والملفات اللي بتوصلك اليوم وما تتسرع بأي موافقة أو تعهد. بتشعر بأنه مشاعرك ولعاني وأنك بحاجة للشريك اللي بيكون جاهز وحاضر شباك لباك. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا. بدي أتمنى لكم نهار كتير سعيد، ولاقوني بكرة بتمام الساعة 9 لمزيد من التوقعات. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.